السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 22 غشت 2021، هنا في البلاد. حنا دابا كنعرفوا بأن حنا في شهر 8، في شهر 8 ولا في يعني في الأواسط أو أواخر شهر 8، يعني أواخر شهر غشت، كتبدأ العملية ديال جني اللوز. أنا كنت يعني وكيل كالسوفت البلاد اللي ديال الاجداد ديالي وديال يعني ديال الوالده الله يرحمها والوالد عندي، يعني فين كاينين الاباء ديالهم، اللي هي ايميتانوت معروفه باللوز. كانت اما دابا فالاشجار ديال اللوز ما بقاتش، كلشي مشى، فكانت معروفه باللوز. اذا في الصغر ديالي فلما كنت كناخذ العطله ديال الصيف، يعني ما كنشد عطلة الصيف، فكنت كنمشي للبلاد، واخا ما كنمشيش يعني مع الوالدين، كنت كنمشي بوحدي، وكنت كنحضر لهاد العملية ديال جني ديال اللوز. الوالد عندي تا هو الله يطول ليه العمر كان عنده يعني عنده تا واحد العدد ديال الأشجار ديال اللوز في واحد البلاصة، دونك كان مع الخدمة ديالو يعني ما كانش كيسالي، دونك كان كيصيفطنا حنا يعني الخوت، وكان تكلفو بالجني ديال اللوز، كنشدو الخدامه وكنجنيو اللوز. اذا في هذه هي الوقيته ديال الجني ديال اللوز. انا لما يعني جيت لهنا لهذ الارض، لما خديت هذه البقعه، سهل لي الله وخديت هذه البقعه ويعني والحمد لله. فاول حاجه فكرت فيها هي بانني نغرس الاشجار ديال اللوز. غرست شي وحدينات الحمد لله، مثلا بحال دابا هذه هي، راه غادي تشوفوا بان الحمد لله يعني راه دايره يعني اللوز، رغم انها ما دايراش بكثره، ولكن الحمد لله انها دايره اللوز، وغادي نجني ان شاء الله اليوم قدامكم. كاين انواع اخرى غادي نشوفها ان شاء الله معكم، وكاين بعض الانواع اللي ما دارت حتى شي حبه، ان شاء الله من هنا القدام ان شاء الله راه غادي دير ان شاء الله باذن سيدي ربي. اذا اليوم بغيت غنوريكم يعني اللوز، ونوريكم يعني الجني ديالو، نهضر لكم على هذه القضيه ديال اللوز. فالمغرب يعني من الدول اللي معروفه واللي كانت معروفه باللوز، مع الاسف كانت ايام شي بعض السنين اللي كان فيها العطش كثير يعني والجفاف، واللي اطلع على هذه الاشجار ديال اللوز، وكانت واحد يعني واحد المرض، واحد المرضي اللي كان جات الاشجار ديال اللوز خاصه في ديك المنطقه ديالنا كما قلت لكم، واللي قضت على الاشجار ديال اللوز بصفه عامه، يعني قضت عليهم بطريقه يعني سبحان الله العظيم. والاشكال اللي كان اللي زاد الطين بله كما كيقولوا، هو اصحاب اللي كيصيبوا الفخر. ففي ديك الوقيته فاش بداو الاشجار ديال اللوز كتموت، فالناس ديال اللي كيصيبوا الفخر جاو لتما، وبداو كيشريو من عند الناس يعني الحطب، يعني كيشريو من عندهم العواد، وكيخليو الناس انها كتزبر اولا كتقطع الشجره يعني من الجذر ديالها. اللي كان خلى الشجر ديالو يعني اللي كان غقطعو يعني زبرو من التحت وخلاه، فراه دابا حاليا راه عنده دوك الشجرات، ولكن قليل 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 بزاف الناس اللي داروا هذا الشيء. واللي مثلا غرس شي حاجه يعني بدل، مثلا كانت ديك الشجره ماتت ودار واحده اخرى في بلاصتها، فحاليا يعني راه كياخذ اللوز، يعني بدا كيجني اللوز من الاشجار ديالو. ولكن اللي مشى حيد داك الشجر فولات عندهم الارض قاحله، وكما قلت لكم يعني دوك مالي الفخر كانت هذيك هي الوجبه ديالهم، ولات الارض قاحله. يعني دابا لقيتها ملي كتمشي لتما، يعني بحال دابا بالنسبه لي انا اللي كنت كنمشي في العطله، وكان كانت كنلقى يعني في هاد لابيريود الاشجار ديال اللوز، لان خص الناس اللي خصها تفهم، وفي هذيك الوقيته ديال الجني ديال اللوز بحال القضيه ديال الزيتون نيت، ولكن بزاف اللوز، فكلشي كيتمعش كما كيقولوا. فكتلقى الناس اللي كيسوسوا هما خدامين يعني لا جورني ديالهم، كتلقى الناس اللي كيلقطوا يعني اللي كيجمعوا اللوز من الارض، وكتلقى الاطفال الصغار، كتلقى الاطفال الصغار اللي كيبداو يجمعوا اللوز. مثلا بحال دابا مثلا انا عندي الارض ديالي ما محوزاش، كنجي كنجني اللوز كنجنيه، ومن بعد ملي كنسالي كنخلي واحد جوج لوزات الفوق لهاد اللوزات، يعني ماشي بالعاني، ولكن حيت الحمد لله كان الخير كنخلي عن بعض. كتلقى مثلا شجره فيها واحد 10 20 حبه ديال اللوز باقا كاينه تما، كيجي الدري اولا كيجوني الاخرين اللي كنقولوا لهم، مشات ليا السميه يعني بالامازيغيه، فكيجيو وكيبداو يجمعوا داك اللوز، هذاك اللوز اللي بقى كيجمعوه وبه كيتمعشوا كما كيقولوا، كيبيعوه ويعني والحمد لله يعني كيترزقوا به الله كما كيقولوا.
فسبحان الله العظيم في هذه الوقيته هذه ديال كما قلت لكم ديال اللوز، فكل شيء كيكون فرحان. كتمشي مثلا حدا، فهادشي كنهضر على البلاد، كتمشي حدا مول الحانوت، يعني بحال دابا كانت تما خالي، هو اللي يعني كاين خالي اللي عنده الحانوت، فكنا كنمشيو مثلا تما كتلقى الدراري فرحانين، ها اللي شاري موناضه، ها اللي شاري، المهم بلان دو شوز فهمتي في ديك الوقيته على حسب يعني شنو كان كيتوجد في الحانوت، فكان كيشريو وكتلقاهم فرحانين، وواحد شاد 40 ريال، واحد شاد 60 ريال، واحد شاد 100 ريال، وبخير وفرحان، كتلقى كلشي ناشط، كلشي ناشط وكلشي عنده شويه ديال الفلوس في جيبو، والحمد لله. هما مالين يعني اللي كيكون عندهم مالين يعني الجنان اللي كيكون عندهم لوز، حتى هو كتلقى حتى هو ناشط، ومن بعد ابخي كدوز واحد المده على ما ييبس، على ما ييبس اللوز. ها هما كما كتشوفوا، شوفوا لاحظوا معايا اللوزات، فهاد اللوز مثلا دابا خصني نحطو في الشمس ييبس واحد شويه ومن بعد نستعملو، رغم انه دابا حاليا راه ييبس عندي في الشجره. فكما قلت لكم فهاديك الوقيته يعني يلاه كي كتخلي اللوز كييبس واحد شويه، ومن بعد كيبدا كتسمع اي دار كدوز من حداها كتسمع التهرس ديال اللوز. فالناس ما كتبيعش اللوز بحال هكا، فكتهرسو وعاد ابخي كتبيعو. وبيان سور هاد الناس هادو الوقيته ملي كيبيعو اللوز راه كيبيعوه باش يقتتوا به، حيت كانت هي زراعه معيشيه، يعني ماشي يعني تجاريه، لان لقيت ملي كتبيع اللوز كتبيعو باش تمشي تقدى به حوايج اخرين اللي ما عندكش، كتبيع اللوز باش تقدى حوايج اخرين اللي ما عندكش، يعني السكر، اتاي، هاد الحوايج الاخرين. اذا كان في ديك الوقيته جدي كان كيجمعنا كاملين في الصباح، كتلقى مثلا جابد واحد خنشه ديال اللوز، كنكونو جالسين كاملين في الصباح كنفطرو، الزبده البلديه، العسل الحر، اتاي بالنعناع ديال البلاد، وكنجلسو مجمعين وخدامين كنهرسو، يعني كندوزو لا جورني ديالنا فهمتي، ويعني ناشطين فرحانين فهمتي، خدامين كلشي طول موند خدام، وكنجمعو في نفس الوقت كتشوف شحال من واحد، كل واحد شحال غادي يهرس، وكنبداو نتسابقو، وكتكون يعني المسابقة ما بيني وبين مثلا خوالي ولا عالي وقوتي وداك الشيء، وكيكون داك الشيء كيدوز بواحد الطريقة يعني سبحان الله العظيم، اللي ما بقاش داك الشيء دابا، ما بقاش. على العموم فأنا جبت لكم هاد القصة وجبت لكم هاد الشيء كامل، حيت أنا كنجني دابا اللوز، ويعني نحيد هاد اللويزات اللي كاينين هنا، وقلت نهضر معكم في هاد الموضوع هذا ونقول لكم بأن يعني راه بزاف د الحوايج تغيروا، بزاف د الحوايج تبدلوا، ومع الاسف. وكنتمنى حاليا ان الناس انها ترجع للزراعه، ترجع انها تغرس الاشجار ديال اللوز، ترجع انها تغرس. سي فغي ما كاينش الماء، سي فغي كاين مناطق اللي ما فيهاش الماء، ولكن راه التغيرات المناخيه وداك الشيء يعني ما كاينش الماء، ولكن البلايص اللي فيهم الماء الناس انها خصها تغرس الاشجار، تغرس الاشجار ديال اللوز، تغرس الاشجار ديال القرقاع، تغرس الاشجار يعني القرقاع بيان سور في المناطق الجوز، في المناطق اللي هي نورمالمون كيجي فيها، تغرس الاشجار ديال الزيتون، تغرس الاشجار ديال الفواكه ديال التين بحال هكا، وتعاود ترجع يعني داك الشيء اللي كان القديم. على العموم انا ان شاء الله غادي ندير واحد الدوره، نكمل هاد الشجيرات كاملين، غادي نجني هادي مازال نكملها، ومن بعد غادي نمشي لوحده اخرى نكملها، وغنوريكم ان شاء الله داكشي اللي جنيت ديال اللوز، وان شاء الله راه من هنا لقدام ان شاء الله غادي يكون عندي باذن سيدي ربي غيكون عندي اللوز كثير الا كبروا هاد الشجيرات هادو وشدوا مزيان. هاد النوع هذا ديال اللوز هذا نوع السفري اللي كنسموه السفري، ها هو هذا السفري. السفري كنقدروا اننا نقشروه بيدينا، يعني ما كنضطروش اننا نهرسو ولا نستعملو اداه باش نقدروا نهرسو باش نجبدو اللوزه، فمجرد ان يعني الاظافر ديالنا تكون شويه صحيحه ولا يعني بالفم ديالنا، فممكن اننا هاد اللوزه هذه اللي كتشوفوا هذه اننا نهرسوها فاسيلمون. هذه السفري كتسمى، هذه السفري لا كاليتي ديال يعني الجوده ديال اللوز ديالها فهو ممتاز 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 جدا، يعني اللوز ديالها ممتاز جدا، خاصه لما مثلا كيبس وكيولي يعني جاهز للاستهلاك. انا درت تقريبا درت على كل شيء، دوك الشجيرات اللي عندي لهي درت على بزاف، شنو عندي وحده جوج هما اللي دايرين، يعني لتحت كاينه هذه، كاينه وحده اخرى الفوق، هادو هما الشجيرات اللي دايرين شويه ديال اللوز الحمد لله. كاينين اشجار اخرى تقريبا عندي واحد العدد ديال 8 ديال الاشجار ديال اللوز
ولكن غيكونوا واحد ثلاثة ولا أربعة تقريبا اللي دايرين شي حبات ديال اللوز. الحمد لله، هذا يعني ممتاز، حيت أهم حاجة بالنسبة لي أنا أنهم يديروا شوية ديال اللوز، ونكون أنا متأكد في ديك الوقيتة أن هذه الأشجار يعني تأقلمت مع الجو ديال هنا، وأن في الاستطاعة ديالها يعني أنها من هنا لقدام إن شاء الله غادي تبدأ تعطينا اللوز وتعطيه لنا بالكثرة. يعني مجرد أن الشجرة إن شاء الله بالعناية والشجرة يعني تكبر، تزيد تكبر مازال شوية، فإن شاء الله أكيد أننا غادي ناخذ منها واحد 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 الكمية ديال اللوز اللي هي ممتازة. إذا هادشي اللي كاين غادي نقول لكم تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا غنوريكم غير الفرق ما بين يعني النوعين ديال اللوز اللي عندي. هذا هو اللي قلت لكم الصفري، ها هو كيفاش كتشوفوا يعني هذا لابو ديالو او الجلفة ديالو رهيفة، ها هي كما كتشوفوها. وهذا اللوز يعني عادي، ما عرفتش السمية ديالو، ولكن هو جيد مزيان، ها هو كما كتشوفوا. هذا قاصح ضروري يعني اداه باش يتهرس. غادي نشوفهم هنا، غادي نحطهم لكم هنا ونوريهم لكم. هما اذا هادو هما النوعين ديال اللوز اللي عندي. عندي اشجار اخرى باقي ما دارتش باش نقدر نعرف شنو النوع ديالها، ولكن على العموم هادو هما النوعين دابا حاليا اللي عندي.